المشاهدين، اهلا بيكم في حلقه النهارده. زي ما عودناكم دايما احنا في كايرو فيستيفال سيتي مول، والنهارده معانا فراولايه السينما المصريه. حيوا معانا الفنانه طارا عماد. اهلا بيك يا طارا. عامله ايه؟ في حلقتنا النهارده المشاهدين حابين يعرفوا حاجات مهمه كتير عنك. مشاهدينا بعتوا لنا وقالوا لنا حابين يعرفوا طارا الفنانه تحب تقول ايه لطارا الانسان. ايه ده بس يا شيرين، انت فاجئتيني. استني يعني افكر اقول ايه. احب اقول لها برافو عليكي، كملي، خلي عندك العزيمه والاراده دي دايما. هو ده اللي وصلك يا طارا. طبعا. بس يا سيدي ايه رايك بقى؟ ما انتش تقولك فريم فريم لوحدي. ايه ده، انت المنتج لوحدك، كل المنتج لوحدك، المنتج لوحدك. ايه مش حلو؟ لا بس احنا مش هنبيعه للنيل للمنوعات. طارا ايوه، امتى ابتديتي الكارير بتاعك؟ لما كان عندي 14 سنه. ابتديتي ازاي؟ ابتديت اعلانات، بس اعلانات ابتديتها لما كان عندي 8 سنين. 8؟ اه 8. وبعدين اول فوتو شوت كان جالي 14 سنه. انت ابتديتي تمثلي؟ ابتديت امثل لما كان عندي 15 سنه في اول مسلسل كان اسمه الجامعه. وامتى عملتي اول فيلم؟ اول فيلم كان السنه دي، ده كان اول فيلم يجي. الهرم الرابع كان اول فيلم ليا ينزل في السينما الصراحه. لسه في الجامعه، فده بحد ذاته تحدي ان انا اكون بشتغل وفي جامعه وبلاح ان انا اخلص حاجات الجامعه. زي مثلا السنه اللي فاتت كان في 3 مسلسلات، كان شبه مستحيل، بس حديت نفسي ان انا هعرف اعمل ده. طارا، مين اكتر حد شجعك وخليكي تقدري توصلي اللي انت فيه النهارده؟ مامتي الصراحه، هي اللي دايما كانت بتزقني لقدام يعني، ودايما كانت بتخليني متمسكه بحلمي اكتر واكتر. مامتي اصلا مش مصريه، هي من مونتينيجرو، الجبل الاسود. فين مونتينيجرو؟ مونتينيجرو زمان كانت مع بلاد تانية كان اسمها يوغوسلافيا، بس دلوقتي كل بلد اتفككت وهي بقت هي في اوروبا فوق. جبت لها هديه عيد الام ولا لسه؟ لسه. طب يلا ندخل دلوقتي نقلها حاجه. يلا بينا. مامتك؟ صعب. حلو ده، تفتكري يعجبها؟ ده حلو قوي، بس مش حاسه، مش عارفه، ده صعب. ممكن ده. ده حلو قوي. ده حلو قوي فعلا. بتحبي تلبسي ايه يعني عامه في حياتك العاديه، مثلا كجزم، هيلز ولا فلاتس؟ بحب الهيلز قوي صراحه، بس مش دايما بلبسها يعني، بس بستريح اكتر في الفلاتس يعني. فور عشان طويله. بتحبي تطبخي؟ اه قوي، انا حتى اخدت كوكينج كلاس من قريب هنا في ايتري. بجد؟ طب تيجي نعمل فراخ بالريحان؟ يلا بينا. استني احط زيت. ايوه. مين من الفنانين اللي موجودين دلوقتي تحبي تبقي زيها؟ هات سكر واقول لك. والمرأة. بصي انا بحب جدا بحب جدا شغل منى زكي، بحب جدا ادوارها والحاجات اللي هي بتختار تعملها، وبالذات خطواتها في الحاجات اللي هي اختارت تعملها يعني. وكمان بحب يسرى. طبعا. وفي كتير قوي بحب جدا هند صبري قوي يعني. اكيد. من الناس اللي يعني بحترمها جدا في شغلها جوه السينما وبره السينما يعني. هسألك اسئله لازم تردي عليا في كلمه واحده بسرعه قبل ما الفراخ تتحرق. ربنا يستر. اوكي. عندك كام سنه؟ 22. برج ايه؟ ثور. وانت؟ جوزاء. اوكي. ايه اكتر اكله بتحبي تاكليها؟
باستا مكرونه مش عارفه كنت حاسه انك هتقولي كده. اه لا انا مكرونه ليل نهار صبح ظهر باي حاجه. اهلاويه ولا زملكاويه؟ انا عارفاكي. انا اهلاويه وانا زملكاويه وانا صغيره. ده يا جماعه كان طبقنا النهارده. طب ذاتس تراي. لا دوقي انت الاول هجرب اكل. ماليش دعوه. ودي النهاردة كانت آخر حلقة في أنا وهي في السيزن الأولاني. استنونا للسيزن الجاي حاجة فيه مفاجآت كتير وحاجات كتير جداً أنتوا عايزين تبقوا تشوفوها. بس أنا لازم النهاردة أشكر كايرو فيستيفال سيتي مول وكل الناس اللي اشتغلت في أنا وهي في السنة اللي فاتت. وتعالوا بليز بقى يلا ناخد سيلفي مع بعض. لأول مرة معانا الفنانة تارا أميد. دي أهلاً مرحباً. أنا وهي اللي بيقدم لنا كل جديد وكل قديم. كل قديم إيه؟ إيش السلسلة؟ أوكي. لأول مرة حاسة إني هجرب حاجة على حد. أنا دايماً بقول هي العمود الفقري لكل حاجة أنا وصلت لها لحد دلوقتي. فقري.